شم شبن شبندر شدش نبشعبن شوالي شمر شمروخ شريف شعيلة شريط شنوان نرحب بقد كده وبعدين نلعب حاب بقد كده. يلا يلا بينا على جوه. لا هنا هنا هناك كله على حد سوا. يعني ايه حد سوا؟ حد سوا سبت سوا اي مكان يعني. في اربع سوا؟ قاضي كبار. انا اول مره اسمع عن اسم الميدان ده، ما عندكش فكره فين بالظبط يا والدي؟ لا يا حبيبي انا اسمع برضو عنه. ما تعرفناش. انا بابا يلا يعدي منه يبقى مكسور الكبرياء، واللي يرفض يا يطلع بره يا يبقى زيك. زي ما تابعنا مع حضراتكم يعني النهارده ذكرى وفاة اتنين مبدعين مصر في صناعة السينما والدراما، الفنان الكبير خالد صالح قنصل الفن المصري، كمان ذكرى رحيل الفنان الكوميدي نجاح الموجي. خالد صالح ونجاح الموجي بيجمعهم قاسم مشترك في الإبداع. الاثنين برعوا في الكوميديا، برعوا كمان في الشر، قدموا لنا على مدار تاريخهم الفني وجبه دسمه جدا من اهم الاعمال المتميزه. خلينا نروح مع حضراتكم لقراءه وافيه عن محطات هؤلاء المبدعين. معانا على التليفون دكتور رحاب الدين الهواري الناقد الفني. صباح الخير على حضرتك واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. اهلا بيك يا فندم. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك. يعني خلينا نبدا بالمبدع نجاح الموجي. نجاح الموجي قدر ان هو يعمل توليفه ما بين الأداء الكوميدي المختلف والمتفرد في وقت كان فيها يعني فطاحلة كوميديا كمان، وقدر كمان يكون ليه شكل وهوية في الدراما مختلفة تماما. شايف أنه نجاح الموجي قوة تأثيره وأداءه الفني إن كان على الشاشة أو على المسرح شايفه إزاي؟ هو الجميل في نجاح الموجي انه في زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي انه ظهر في وقت فعلا فيه عباقره الكوميديا وعمالقه الكوميديا، كان الفن في الوقت ده مش بياكل عيش بلغه السوق، ففضل مصر على الحفاظ على وظيفته لدرجه انه وصل وكيل وزاره في الشؤون الاجتماعيه في نفس الوقت اللي كان بيبدع فيه دراما وكوميديا. يعني ان ينجح في فيلم التحويله واحد من اهم الافلام في تاريخ السينما المصريه، ولولا بس بعض التصريحات اللي عملها وهو كان رجل مفعم بالسياسه وكان ليه بعض التصريحات ضد الحزب الوطني يمكن عطلته شويه في هذا الوقت، ولكن انه يبقى من نجوم المونولوج لدرجه انه يفكر يعمل شريط بالفعل، المونولوج الشهير جدا في مسرحيه ملك الشحاتين لما قال اتفضل من غير ما تروت وياك تتجنن وتعود، هذا المونولوج الرائع اللي بعدها بالفعل عمل شريط ولكن برضه الرقابه سحبته او رفضته، فكان ممكن يكون احد المبدعين في فن المونولوج اضافه الى الكوميديا اضافه الى التراجيديا اللي قدمها في مع عدد كبير جدا من النجوم. يعني عمل مع احمد زكي، اشتغل مع محمود عبد العزيز، اشتغل مع عادل امام في الحريف، الحب فوق هضبه الهرم مثلا في مع الفنان الراحل احمد زكي، سمير غانم مع حضرتك يا فندم، سمير غانم كمان، يعني فنانين طبعاً كتير جدا ده قدم رائعة. يعني المتزوجون واحدة من علامات المسرح الكوميدي في المسرح الحديث. تظل جمل نجاح الموجي ربما حتى الآن لما نيجي بنتكلم المشهد الشهير مع وجورج سيدهم بيسأله بتفهم في السياسة يا مزيكا، فبيقول له أنا الشعب
قال له دي سياسه امك يالا. هذه الجمله ما زالت بتتردد على يعني كلما ذكر نجاح الموجي نفتكر جمله انا الشعب في مسرحيه المتزوجين. لا، نجاح الموجي ليه جمل كتير جدا، يعني لو قعدنا نفتكرها ليه جمل كتير جدا. طبعا ليه جمل شهيره، ويمكن وجوده مع جورج تيدو مع سمير غانم كان ممكن يعيد ثلاثي اضواء المسرح بعد وفاه الضيف احمد لو اتوجدت الكتابه والافكار اللي كان بيفكرها الضيف احمد. يمكن نص هذه النقطة تحديدا كان الوحيد اللي يقدر يكمل ثلاثي أضواء المسرح مع سمير ودودج هو نجاح الموجي. كان مختلف طبعا، وكانت موهبته مختلفة حتى، بس دايما بنشوف في نجوم كده عندهم نقطة تحول، نقطة انطلاق، يعني حتى لو كان عندهم أعمال قبل كده أو أعمال سابقة في نقطة انطلاق أو عمل بيخليه هو بيبقى يعتبر نقطة التحول في حياة هذا الفنان. بالنسبة لنجاح الموجي شايف ان ايه نقطة التحول في حياته الفنية؟ نقطة التحول كانت مسرحية المتزوجين و الاوبريت بتاع ملك الشحاتين وفيلم التحويلة. فيلم التحويلة سينمائيا، المتزوجين مسرحيا، على مستوى الاوبريت ملك الشحاتين. فهو كان عنده نقاط تحول في الغناء وفي المسرح الكوميدي وفي السينما. بعد التحويله طبعا كان حط اقدامه وثبت اقدامه انه ممثل تقيل وتقيل قوي كمان، قادر على انه يعمل ادوار الشر. حتى هو في وقت من الاوقات قال انا مش وسيم قوي، انا مش ممثل وسيم، انا ممثل كوميدي، بس مش هينفع مثلا اعمل دور ضابط شرطه، مش هينفع اعمل دور محامي. فهو كان دايما متخصص في منطقه ما في المخرجين حطوه فيها وبرع فيها جدا. انا دور ابن البلد بكل صفات ابن البلد اقدر اعمل هذه الشخصية بشكل عظيم. قبل ما نتكلم عن الفنان راح المبدع خالد صالح، خلينا نقف عند فيلم الكتكات كمان، لأن دي كانت نقطة مهمة في مسيرة نجاح الموجي الفنية. فيلم مع محمود عبد العزيز، يبقى هو نجاح الموجي موجود فيه ويبقى علامة مميزة في هذا الفيلم، أعتقد كان شخصية الهرم، مظبوط؟ طبعا، واحنا يمكن بنطلق على نجاح الموجي هرم الكوميديا بسبب هذا الفيلم. يعني فيلم من تاليف واخراج داود عبد السيد وماخوذ عن روايه بديعه، ويتحول الى واحد من علامات السينما واحد اهم افلام الفنان محمود عبد العزيز. ومن الجمل يعني انت بتستعملني يا هرم ما زالت بنقولها، وصح بس هنكر. ايوه صح، يعني احنا بنستخدمها كافيه، وربما ما حدش عارف مين الهرم، يعني حتى الجيل الحديث بيقولوها وهم مش عارفين مين هرم الكوميديا اللي كانت على لسانه او اللي قام بهذا الدور العظيم في واحد من اهم الافلام في تاريخ السينما المصريه. طبعا الله يرحمه وهو عايش معانا باعماله الحقيقه. خلينا نروح للمبدع كمان العملاق خالد صالح في ذكرى وفاته النهارده. الحقيقه انه خالد صالح من الفنانين اللي طبعا يعني ما يتعزش على اللي خلقه، دايما بنقول كده، بس حسينا بخيبه امل لان احنا كنا مستنيين منه كتير قوي. خالد صالح ابتدى شويه وهو كبير، حسينا ان كان لسه عنده طاقه واعمال كتير جدا عايزين نشوفها عن خالد صالح. لو هتوصف خالد صالح هتقول ايه؟ هو يعني الوصف اخده من دور سلطان، فهو سلطان الفن بالفعل. زي ما حضرتك قلت، يعني في خلال 25 سنه عمل 70 عمل، ف 70 عمل في ربع قرن، وربع قرن كان بداياتهم اول 5 سنين كانت الاعمال متباعده. فيكاد يكون كل انجازه في 20 سنه اخيره، ممكن من 98 ل 2014 وقت وفاته الله يرحمه. ففي فتره زمنيه قليله جدا يقدم 70 عمل، كل عمل منهم ليه بصمه. هو يعني كمان حتى ليه اعمال من ايام مسرح الجامعه، هو كان دفعه محمد هنيدي ودفعه خالد الصاوي في حقوق القاهره، وقدموا بعض الاعمال. ولكن يمكن البدايات الحقيقيه لخالد صالح كان مثلا مسلسل سنه 90 لما عمل دور رئيس جهاز المخابرات المصريه صلاح نصر في اول مسلسل ليه. يعني كانت بدايات يعني، وعمل جمال عبد الناصر طبعا سنه 96 ومأمون الشناوي في ام كلثوم. فالبدايات حتى ما كانتش اظهرت قدراته قوي، وان كانت فيها تجسيد لشخصيات حقيقيه، يعني صلاح نصر ثم مأمون الشناوي. وكمان اللي يمكن ناس كتير ما تعرفوش انه في الوقت ده عمل الصوت بتاع نيمو في النسخه المدبلجه الكرتون. صوت نيمو كان هو صوت خالد الصاوي
صوت خالد صالح. خالد صالح يرحمه. فأبسط ما يقال عن مؤنه بالفعل هو سلطان الفن اللي ينجز كل هذه الأعمال العظيمة في 20 سنة. نخلينا نقول الله يرحمه لو كان معانا كان يعني كان في أعمال كتير. المشهد الفني طبعا كان هيبقى يعني كان هيختلف إلى حد كبير. طيب هسألك كمان نفس السؤال يا دكتور، نقطة تحول الفنان سلطان الفن زي ما الناس بتلقبه، نقطة تحول خالد صالح كانت فين؟ يعني هو فعلا بالفعل ابتدى في أعمال كتير، لكن ظهر للناس بشكل قوي في أعمال معينة، يمكن حتى محامي خلع الناس خدت بالها من وجوده كان قاضي، كان طالع في مشهد صغير جدا. في مشهد صغير جدا طبعا. هو كان وجود خالد صالح دليل على نجاح العمل ونجاح الشخصية. يعني هنفتكر طبعا يعني بابا المجال، يعني أنا بابا يلا، وحضرتك تفضلت وقلتها في المقدمة بتاعت الفقرة، فأنا بابا يلا دي بالكلمات العظيمة اللي حطته على الطريق لما الناس قالت إن هو كان بيقوم بدور الشيطان في الرئيس عمر حرب، يعني أو بيجسد الشيطان. هذا الرجل اللي بلا قلب اللي بلا مشاعر كيف يظهر هذه المشاعر في كل مشهد وكأنه بالفعل هو دور الشيطان، يعني حالة من الكراهية الغريبة للشخصية نجح فيها خالد صالح أن يقول أنا موجود وبقوة. طبعاً. يمكن من وجهة نظري النقدية أن فبراير الأسود هو كان آخر أعماله، يعني في 2013 وفي سنة سودة، سنة سودة في الفعل سنة وجود الإخوان، فكونه يعمل هذا الفيلم بهذا الإسقاط، تأليف وإخراج محمد أمين، ومحمد أمين العمل معه يجب أن يكون بحرص شديد. طبعاً دكتور، مع دكتور رحاب الدين الهواري الناقد الفني بشكرك يا فندم طبعاً. وحقيقة احنا بنتكلم على الفنان الكبير نجاح الموجي والفنان الكبير ايضا خالد صالح. يعني انا بالنسبة لي بشوف ان دول ايقونة من ايقونات الفن، لان دول قدروا ان هم يقدموا الوان مختلفة بنفس الجدارة ونفس حب الناس ليهم ونفس تقبل الناس ليهم، ودي مش حاجة سهلة. ده ان دل على شيء يدل على الموهبة الفذة اللي كانت عندهم، حتى كانت يمكن موهبتهم فريدة، كل واحد ليه لونه وشكله المختلف طبعا الله يرحمهم، ولكن الشيء الوحيد اللي يعزينا ان هم اعمالهم عايشه معانا ولسه هتعيش كمان لسنين كتير.